وتاكلش تبنت الشعير خضر. راكم شفتوا في الانترنت هاد الامور هذه ممكن تلقاوها في الانترنت باش تكذبوني مزيان باش تقولوا هذاك راه غير كيهضر. كتبوا جرين بارلي في جوجل في الانترنت وغادي تلقاو قنينات فيهم جلاس الناس ديال خريبكا ولاد عبدون الشاويه ورديغه قصب التادله كتعرفوا جلاس 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 تعرفوا جلاس هو ذاك الشعير اللي كينوض كيزرعوه الفلاح هو الاول باش ياكلوه البهيم في الليالي كيطلع كيطلقوا فيه البهيم كيسمنوا مزيان كيتقادوا كيوليو ينوضوا مابقاوش كينوضوهم. هذا الجلاس الان استراليا رائده في البيع ديالو للبشر وبثمن باهظ كيوصل حتى ل 50 دولار. يعني جلاس الان تياكلوا البشر ولا شي واحد فيه انيميا لا عند شي واحد عنده انيميا الحديد ولا عنده صفيرار ولا ضعف في الجسم ياكل الجلاس ينشفوا لا يحمصوا في الفراح وياكلوا ان شاء الله ويكون بصحه جيده تماما. لا علاش غادي ناكلوا جلاس؟ ناكلوا الشعير الشعير الحبوب ديال الشعير البندق اللي كنا تنصيبوا احسن تغذيه الان لصحاب الانيميا الحديد والفيتامينات الموجودين في الشعير لما يصل الى طور التلبن ملي كيولي لبن ملي كيولي حليب هذاك الشعير الحبوب ديالهم ملي كيوليو حليب كيتمروا تما تيصيبوا منه البندق. حنا في الشاويه تنقولوا البندق كاين علاج نوعين السميده تيرطبوها في اللبن وهذيك الزميته هذيك الرقيقه حتى هي كياكلوها باللبن ولا بالعسل وهي اللي كانوا كيعطيو للاطفال وكيعطيو للنساء الحوامل والمراه ملي كتولد والمراه المرضعه وهي الان للعلوم وقفت عليها ان هي المواد اللي خاصها تعطى للطفل الصغير السايكوك والبندق. شتي العلوم فين وصلت؟ يعني وصلت للنظر ورجعت للحصيره عندنا ما شاء الله. على اي ممكن يكون 0% مريض ممكن تكون 98% مريض ممكن لكن بما كسبت ايديك بتصرفك انت بسلوكك. فاذا كان من غير الممكن ان يضبط الشخص التغذيه فليصم. اللي ما بغاش يصوم ما بغاش ينوي الصيام ما بغاش يعبد الله يجوع. انا كنقول جوع يومين في الاسبوع ما تغداش غير يومين ما تغداش كاع لا تصوم غير يومين ما تغداش. انا اللي كيهمني هو الصحه الناس يعني اللي بغيت تعبد الله منك ليه انا ماناش وسيط بينك وبينه. الا ما قدرتيش تصوم جوع يومين في الاسبوع جوع يومين في الاسبوع انتم كديروا الرياضه كل صباح جوعوا مرتين في السنه ماشي جوعوا غير ما تغداوش مرتين في الاسبوع ما تغداوش ثلاثه الجمعه ولا الحد ولا اربعه ولا اللي بغيتي تخير اثنين والخميس ديال اللي بغيتي. الاسلام ما كيحدد لا لون ولا نهار الاسلام ما كيحدد كاع اللون لا الخضر ولا الابيض ولا الاصفر ولا الكحل بس اللي بغيتي وما تيحددش. الاسلام ما كيمشيش لهذوك القشور الاسلام يعني يتسامى عن هذه الاشياء. فلا ما قدرتيش تصوم جوع مرتين في الاسبوع ما تغداش وغادي تشوف يعني هيا جربوا سترون جربوا سترون بانفسكم يعني اشرب الماء كثير وجوع مرتين في الاسبوع غادي تشوف بان الجسم ديالك كيتضبط انت ضبط نفسك بلا ما يضبطك الطبيب انت ضبط نفسك. ثم اذا كان من غير الممكن الحل الثالث على الاقل صوم رمضان. راه نقدر نقسم لكم انا ما كتصوموش رمضان من الناحيه الشرعيه انتم تصومون رمضان راه صيامكم مقبول ولكن من الناحيه الطبيه راه حتى شي واحد ما تيصوم رمضان. راه كيقلبوا الفطور رمضان ورمضان فطور تيقلبوا النهار ليل والليل نهار. على الاقل صوم رمضان رمضان صوم رمضان جوع طيح الوزن ديالك وضبط فيزيولوجي ديال الجسم صوم كما بغاك الله تصوم. معنى كما بغاك الله تصوم انك تاكل نفس الشيء الذي كنت تاكله في الشهور الاخرى ثم تعمل بنفس العمل الذي كنت تعمل به. ماشي ما تقربوش ليه راه صايم بعدو منه راه غادي يتقلق خليه ناعس راه عياله وراه صايم ما يخدمش مع صايم ما يطلعش الدروج صايم ما يتقداش صايم ما يجبدش الماء صايم ما يسرحش صايم ما يحرج. انا لا يمكن خصك تصوم على الاقل رمضان والله ثم والله ثلاث مرات. لو كانت الامه تصوم رمضان طبيا اقول اما فقهيا مقبول صيامكم والله لو كنتم تصومون رمضان كما ينبغي ان يكون من الناحيه الطبيه فوالله لن يصاب احد بالامراض من الزوائد من الزياده في الاكل لان هناك امراض تاتي من الزياده في الاكل وكاين امراض تعفنيه من طبيعه الحال هذيك جورتهم كيصيبك كتمر. لكن انا اتكلم عن الامراض المستعصيه الامراض الخطيره. الان هل هناك امريكي الان ليس في امراض القلب والشرايين؟ ليس هناك امريكي الان بدون امراض القلب والشرايين؟ هل هناك امريكي بدون ارتفاع في الدرجه الاولى؟ هي يجب عدم الاكثار في الاكل وهو الفقره الاولى من المحاضره ربما نمر بسرعه بالانجليزيه ولكن ان شاء الله نكلمها بالعربيه.
اللي كتشوفوا على الشمال لي ريسك فاكتورز، هادو العوامل اللي الاحتمال ديال السرطان، والان هادو البروتكتيف فاكتور، هادو اللي كيحدوا من السرطان، الاولين كيسبوا السرطان، الثاني كيحدوا من السرطان. الدسم يعني الناس اللي كياكلوا المشوي كل نهار، واللي ما تاكلوا على المشوي طول حياتهم ولا شي حاجه، هذا مرض ما يمكنش، يعني اقل ما يمكن فيه كوليسترول ولا قطره ولا حاجه. القطره شنو هي القطره عندكم انتم؟ مرض خطير. القطره اقل ما يمكن ان يصاب به الناس اللي كياكلوا الدسم كثير. ممكن تاكل دسم مره ومرتين في الاسبوع وتعمل الجهد لتحرق هذه الدهنيات، نعم، اما لانك تاكل دسم ثم تجلس يعني هكذا بدون عمل، لا. فهذا يعني الدسم فات، ثم اللحوم، عاد الكيماويات الغير مغذيه، ثم المضافات الغذائيه، ثم الملوثات لي كونتامينا، يعني تكون كيماويه او تكون جرثوميه اللي كيحفظ منها. سبحان الله، هنا كاين الحيوان كيسبب السرطان، هنا كاين النبات يقي من السرطان. عموما يعني عموما بلا ما ندخلوا في التفاصيل، هنا لي فيبر هما الالياف، هنا الفواكه، الميكرونيتريانس اللي كاينه حتى في الكرفس والمعدنوس والنعناع الا كان مزيان، عاد بعض المواد الغير مغذيه. فنمشي ان الدسم المشبع هو الشحمه، نفرقوا ما بين الزيوت والشحوم. هنا الشحوم هي الاولى، يعني اللي غادي الفيبر هذه كتهبط وهذه كتطلع، يعني الفيبر ريتش فود، يعني الفيبر ريتش هما الالياف، هما لي سيريال، هما الحبوب، الشعير، القمح، والاشياء اللي فيها الالياف. يعني سبحان الله، في وقت كان العلماء يقولون للناس ان الذي ياكل الحبوب متخلف ويجب ان تاكل اللحوم، حتى ان اصبحت اقتصاديات البلدان تقاس بكيلوغرام بروتين مستهلك، واذا كلما كان هذا الكيلوغرام المستهلك يعني ضعيف كلما كانت الدوله متخلفه. ما يمكنش تكون صحيح، لا يمكن بتات، لا يمكن. لازم تكون عندك ارتفاع الضغط، هايبرتنسيون، لازم يكون عندك زوائد، لازم يكون عندك سرطان، لازم يكون عندك اشياء ولو بعد حين، يعني ولو بعد سنوات. اما اذا التزمت الحد الادنى وهو الجوع، ان تكون ماشي عليه في الاخر المحاضره الناس غادي يخرجوا تيقول لي خينا جايبنا الجوع، هادشي باش جا. لا ما الله يرضي عليكم، ما جاتش الجوع. انا يعني اقول بان باش تعرف الجسم ديالك واش فايت الحد ولا ما فايتش الحد، هو اللي في الكيمياء كنسميه التيتراج اسيدو بازيك، ملي كيولي داك اللون احمر تتعرف بان القدر وصلت ليه، تيتراج اللي تنسميه الدوزاج بالفرنسيه. باش تعرف الجسم ديالك، باش دوزي، باش تقاد، يعني التقدير الادنى هو ان الجسم من الاحسن يكون يحس بالجوع، يكون يحس شيئا من الجوع، ثم تتعرف تضبط ان الفيزيولوجيا ديال الجسم متوازنه، انك على احسن ما يرام. اذا كان من غير الممكن، شو الاسلام شحال فيه من حل، ما شاء الله، لدينا البديل، لدينا العلم، لدينا حلول، لدينا كل شيء، ولكن يجب ان تتبعها. الله سبحانه وتعالى اشنو اشترط على سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام، اشنو اشترط عليهما؟ ملي دعوا على سيدنا على دعوا على فرعون، لقد اتيته زيدا في الحياه الدنيا ومعتنا ربنا لا تنعسى، اشنو اشترط؟ لقد اجيبت دعوتكما فاستقيما. اشترط عليهم الاستقامه. لقد اجيبت دعوتكما فاستقيما. الله سبحانه وتعالى لو استقمت يا اخي، انت كنت لا شيء، ماشي خليه، كنت لا شيء. الناس تقول لك خلقت من خليه حقيره، لا، انت كنت لا شيء، كنت عناصر متلاشيه في الطبيعه، كنت كربون وهيدروجين واكسجين، كنت لا شيء، خلقك الله من عدم، من لا شيء، ثم اصبحت خليه، ثم خليتين، ثم اربعه فثمانيه، ثم جسم ب 75 كيلو 80 كيلو، وقامه ديال متر ونصف ومتر و80 سنتيمتر. كنت لا تخفى على الله لما كنت خليه، وانت الان 78 كيلو وتخفى على الله، هل ممكن؟ لا يمكن. الله يعلم خليتك السرطانيه، والله الله يعلم هذه الخليه، ويعلم انك مريض، ويعلم انك مصاب بسرطان. فلا تقول حالة تبغي تقول ان الله انساني، ولا ان هذا الشيء غير عفوي في الطبيعه، وانني تمرضت وواحد 5% انا من دوك 5% اللي مرضوا. هنا الفواكه، الميكرونيتريانس اللي كاينه حتى في الكرفس والمعدنوس والنعناع الا كان مزيان، عاد بعض المواد الغير مغذيه. فنمشي ان الدسم المشبع هو الشحمه، نفرقوا ما بين الزيوت والشحوم. هنا الشحوم هي الاولى، يعني اللي غادي الفيبر هذه كتهبط وهذه كتطلع، يعني الفيبر ريتش فود، يعني الفيبر ريتش هما الالياف، هما لي سيريال، هما الحبوب، الشعير، القمح، والاشياء اللي فيها الالياف. يعني سبحان الله، في وقت
كان العلماء يقولون للناس أن الذي يأكل الحبوب متخلف ويجب أن تأكل لحوم، حتى أن أصبحت اقتصاديات البلدان تقاس بكيلوغرام بروتين مستهلك، وإذا كلما كان هذا الكيلوغرام المستهلك يعني ضعيف كلما كانت الدولة متخلفة. ما يمكنش تكون صحيح، لا يمكن باتات، لا يمكن. لازم تكون عندك ارتفاع الضغط هايبرتنسيون، لازم يكون عندك زوائد، لازم يكون عندك سرطان، لازم يكون عندك أشياء ولو بعد حين، يعني ولو بعد سنوات. أما إذا التزمت الحد الأدنى وهو الجوع أن تكون ماشي عليه في الآخر المحاضرة ناس غادي يخرجوا يقول لي خينا جاي من الجوع، هادشي باش جا. لا ما الله يرضي عليكم، ما جيتش الجوع. أنا يعني أقول بأن باش تعرف الجسم ديالك واش فايت الحد ولا ما فايتش الحد، هو اللي في الكيمياء كنسميه التيتراج أسيدو بازيك. ملي كيولي داك اللون احمر تتعرف بان القدر وصلتي ليه، تيتراج اللي تنسميه الدوزاج بالفرنسيه، باش تعرف الجسم ديالك باش دوزي باش تقاد، يعني التقدير الادنى هو ان الجسم من الاحسن يكون يحس بالجوع، يكون يحس شيئا من الجوع، ثم تتعرف تضبط ان الفيزيولوجيا ديال الجسم متوازنه، انك على احسن ما يرام. اذا كان من غير الممكن، شو الاسلام شحال فيه من حل، ما شاء الله لدينا البديل، لدينا العلم، لدينا حلول، لدينا كل شيء، ولكن يجب ان تتبعها. الله سبحانه وتعالى اشنو شرط على سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام، اشنو شرط عليهما ملي دعاوا على سيدنا دعاوا على فرعون؟ لقد اتيته زيدنا في الحياه الدنيا ومعتنا ربنا لا تدعنا عسى، اشنو السلام؟ لقد اجيبت دعوتكما فاستقيما. شرط عليهم الاستقامه، لقد اجيبت دعوتكما فاستقيما. الله سبحانه وتعالى لو استقمت يا اخي، انت كنت لا شيء، ماشي خليه، كنت لا شيء. الناس يقول لك خلقت من خليه حقيره، لا، أنت كنت لا شيء، كنت عناصر متلاشية في الطبيعة، كنت كربون وهيدروجين وأكسجين، كنت لا شيء، خلقك الله من عدم، من لا شيء، ثم أصبحت خلية، ثم خليتين، ثم أربعة فثمانية، ثم جسم بخمسة وسبعين كيلو ثمانين كيلو، وقامة ديال متر ونصف ومتر وثمانين سنتيمتر. كنت لا تخفى على الله لما كنت خلية، وأنت الآن ثمانية وسبعين كيلو وتخفى على الله، هل ممكن؟ لا يمكن. الله يعلم خليتك السرطانية، والله الله يعلم هذه الخلية، ويعلم أنك مريض، ويعلم أنك مصاب بسرطان. فلا تقول حالة تبغي تقول أن الله إنساني، ولا أن هذا الشيء غير عفوي في الطبيعة، وأنني تمرضت وواحد 5% أنا مدوك 5% اللي مرضوه.